اما في نادي الزمالك فالنهارده الزمالك استأنف تدريباته استعدادا للمباراه المرتقبه، مباراه يوم الخميس، ماتش قوي جدا جدا بين بيراميدز والزمالك، مباراه في استاد الدفاع الجوي، هي مباراه بيراميدز بالتحديد. واستعداد نادي الزمالك ابتدى لهذه المباراه من النهارده الساعه 8 الصبح. وابرز ملامح مران الزمالك اليوم هو مشاركه احمد مصطفى زيزو، احد ابرز نجوم الكره المصريه، وطبعا نجم نادي الزمالك الاول اللي بيشارك في التدريبات النهارده. الناس تتكلم على ان بعد ما رجع من الاصابه، موضوع يا جماعه ما كانش اصابه، لكن في كل الاحوال الاهم ان زيزو شارك في التدريبات، زيزو متاح لنادي الزمالك مش في ماتش بيراميدز لانه موقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لكن متاح لنادي الزمالك فيما بعد مباراه بيراميدز في المقاولين العرب، وبعد كده في ماتش ارتا سولار، ماتش مصيري جدا، الزمالك خسر الذهاب 2-0، فمهم جدا ان هو باذن الله واحد احد يرجع ويكسب بنتيجه 3 او ايا كانت النتيجه، المهم يتاهل نادي الزمالك باذن الله. هتبقى صعبه قوي على الكره المصريه وعلى فريق بحجم نادي الزمالك ان هو يخرج من الدور التمهيدي لبطوله الكونفدراليه الافريقيه، لكن كلنا واثقين في نادي الزمالك ورجالته باذن الله تعالى. زيزو جاهز تماما للمباريات المقبله فيما عدا مباراه بيراميدز زي ما قلت لكم. فتوح بس اللي بيواصل التدريبات التاهيليه لان هو عنده يعني ايه، يقال انه شد في العضلات البطن والام اسفل البطن، فبالتالي يعني معطله شويه عن المشاركه في تدريبات نادي الزمالك. اعتقد فرصه هتكون صعبه جدا انه يلحق مباراه بيراميدز، رغم ان تواجد فتوح في هذه المباراه هيكون مهم للغايه يعني، لكن في محاولات بقياده الدكتور المميز دكتور محمد اسامه لتجهيز اللاعب. هنشوف الوقت هيسعف دكتور محمد اسامه لتجهيز احمد فتوح للمباراه المقبله ولا لا امام بيراميدز، هنشوف اللي ممكن يحصل يعني. اوساريو النهارده في تدريبات نادي الزمالك ركز على اخطاء المدافعين، وبصراحه اخطاء المدافعين كانت واضحه جدا، اللي تابع ماتش الزمالك وارتا سولار هيلاقي ان في اخطاء مش طبيعيه، هي اخطاء كارثيه، اخطاء بدائيه، وما ينفعش يعني ان احنا نتكلم في حته اخطاء بدائيه مع مدافعين بيلعبوا في نادي كبير بحجم نادي الزمالك. فالنهارده اوسيريو ركز بشكل كبير جدا على الاخطاء الدفاعيه وتمركزات المدافعين بالتحديد في مران اليوم عشان يتفادى نادي الزمالك هذه الاخطاء اللي بتكلفه مباريات. لكن في نفس الوقت التركيز ما كانش من اوسوريو بس، ايضا الكابتن مدحت عبد الهادي هو احد مدافعي نادي الزمالك الكبار في تاريخه، فبالتالي النهارده كان ليه بعض التعليمات لمدافعي نادي الزمالك بشكل عام، سواء حمزه المسلوسي، محمود علاء، محمد عبد الغني، وايضا حسام عبد المجيد، وشرح لهم بعض الجوانب الخاصه ايضا بالتمركز الصحيح وبعض الواجبات الدفاعيه. عبد الله جمعه شارك النهارده في التدريبات. هي عبد الله جمعه من زمان قوي ما شفناهوش بيلعب في الملعب لاسباب مختلفه، قد تتعلق بعبد الله نفسه، قد تتعلق بوجهات نظر الاجهزه الفنيه مختلفه، لكن المهم ان عبد الله النهارده شارك في التدريبات، وقبل ما المران يخلص بشويه كان خد عربيته وخرج من نادي الزمالك، لكن بدون اي ازمه او حاجه بالمناسبه، لكن هو بيتم تجهيزه للمرحله المقبله، قد يتم الاستعانه ب للمشاركه في المباريات الرسمية طبقا لوجهة النظر الفنية. ماشي، ايه تاني في الزمالك؟ ابراهيم انضاي وعلي ياسر ومحمد صلاح ثلاثي هجوم الفريق، عملوا تدريبات فنية خاصة عقب انتهاء التقسيمة، وده يعني لتطوير الجانب البدني والفني الخاص بهم، وايضا بعض تدريبات الكرات العرضية. من ضمن الاخبار بالمناسبة المميزة تماثل عمر جابر للشفاء، لان هو كان عنده نزلة برد عطلته عن السفر مع الفريق في مباراه ارتا سولار، فخلاص بيبتدي يشارك او شارك النهارده في التدريبات الجماعيه عمر جابر، عودته مهمه. ايا كان لو عمر ما كانش في افضل حالاته السنه اللي فاتت مع نادي الزمالك، لكن يبقى عمر جابر اسم كبير وقيمه فنيه مهمه لو في حالته وخبرات بالطبع، فعوده عمر جابر ايضا عوده تضيف قوه لقائمه نادي الزمالك. اما الاخبار الخاصه بتتعلق بنادي الزمالك، امبارح كلنا يعني تابعنا او تفاجئنا تصريحات اوسوريو في جريده ماركا الاسبانيه، التصريحات اللي كانت في اعقاب محاضراته هناك في اسبانيا مع بدايه معسكر اعداد نادي الزمالك هنا في القاهره في استاد الكليه الحربيه، لما سافر الراجل 3 4 ايام راح ادى محاضرات وكلام من ده، فالناس هناك ماركا جريده ماركا استغلت الفرصه وقالت نعمل لقاء مع اوسوريو، الراجل جاي لحد عندنا في اسبانيا، طب ليه ما نعملش معاه لقاء يعني. الراجل اتكلم في بعض الامور اللي بتتعلق بالثقافه المصريه، اتكلم في بعض الامور اللي بتتعلق بالجانب الاخلاقي بالنسبه للاعبين، اتكلم في حاجات ليها علاقه بالشيشه للاسف الشديد، بيتكلم في حاجات ليها علاقه بالجانب الالتزامي بالنسبه للاعبي نادي الزمالك، او ربما يكون
قصده على لاعبي الكره المصريه بشكل عام، لكن اللي احنا نعرفه هو الراجل تعامل مع لاعبي نادي الزمالك. هي التصريحات كانت خطيره وغير مدروسه من اوساري، وتؤثر بشكل او باخر بالسلب على الفرقه. لكن اللي انا اقدر اقوله لحضراتكم ان مسؤولي نادي الزمالك الحاليين هددوا اوسوريو بمنتهى القوه من الحديث عن الكره المصريه او الطباعه الخاصه بالثقافه المصريه بشكل سيء. لو انت يعني لا، الحته دي ما تجيش ناحيتها خالص، ابعد عنها، ما تتكلمش عنها، انت راجل بتاع كوره، راجل فني، راجل مدير فني للفرقه، احنا منتظرين منك اصلا نتائج. التصريحات ما بتجديش، يعني مش حاجه هتفرق او هتضيف بالنسبه لنا يعني. لكن في نفس الوقت اداره الزمالك الحاليه او اللجنه الحاليه طلبت اوسوريو بالتركيز في الملعب وعدم تكرار مثل هذه التصريحات، وده امر مهم جدا. بالنسبه بيتسو موسيماني كان قال تصريحات مشابهه. هو يا جماعه بتبقى ثقافات مختلفه، يعني في اوروبا بتلاقي تصريحات يعني ايه بتتقال وبتبقى مفاجاه بالنسبه لنا احنا كعاداتنا وتقاليدنا كمصريين، والمدربين بيتطرقوا لكل شيء. لكن انت بما انك موجود عندنا هنا في مصر فانت ملتزم، سواء انت بقى او غيرك قبل كده قال تصريحات، فلازم تلتزم بالعادات والتقاليد والثقافه بتاعتنا احنا، تتطبع على طبعنا. لكن ما تقولش تصريحات تثير الجدل، بالتحديد كمان بالنسبه لنادي الزمالك في المرحله دي، هي مش طالبه، هي مش ناقصه. فقد تعجل مثل هذه التصريحات برحيل اوسوريو، لان كده كده مفيش قناعه فنيه كبيره بالمدرب، او يعني سواء عند اللجنه الحاليه وربما الناس اللي بتجهز نفسها للانتخابات او اللي ممكن تكسب الانتخابات اكيد بيجهزوا نفسهم ربما لرحيل هذا المدرب اللي مؤكد مش هيمشي دلوقتي، هيمشي مع المجلس الجديد في حاله قرر المجلس الجديد. لكن احنا ما حدش عارف، الكره كلها متغيرات، ممكن اوسوريو من دلوقتي لحد الانتخابات يكسر الدنيا فيكمل، مش هتقدر تمشيه ابدا ابدا ايا كانت تصريحاته. يعني محمد عواد بالمناسبه كان عنده جلسه مع اوسوريو النهارده، اتكلم فيها بخصوص مشاركته وموقفه من المشاركه مع الفريق خلال المرحله المقبله، وقال ان هو بيجهز، ده كلامه الاسري، انا بجهز وبشتغل بشكل مميز في التدريبات او راجع من اصابه وبتاهل بشكل قوي واتمنى ان يكون ليا دور خلال المرحله المقبله. وبصراحه عواد له كل الحق في المطالبه بذلك. عارف لو محمد صبحي في افضل حالاته في افضل مستوياته، عواد نفسه مش هيقدر يتكلم، او عواد نفسه مش هيقدر يطلب. ليه؟ في حارس كويس ماشي بشكل كويس. لكن طالما ان في اهتزاز في مستوى صبحي، وده واضح جدا حتى الهدف الاولاني اللي ما كناش شفناه في ماتش ارتر سولار بسبب النقل التلفزيوني، اتعرض على السوشيال ميديا وشفناه بعد كده، خطا فادح من محمد صبحي، لا يقلل ايضا الخطا ده من قيمه صبحي، لكن ده يؤكد على ان صبحي بعيد تماما عن مستواه. وانت عندك حارس في بعض الفترات كان مميز جدا مع نادي الزمالك وحسم بطوله دوري السنه اللي قبل اللي فاتت، وكان ماشي بمستوى اكثر من رائع. ايه اللي يمنع ان عواد يزاحم صبحي على مركز حراسه المرمى؟ وانت لازم تبقى مدي ايحاء لصبحي نفسه ان انت لا، انت مش الحارس الاساسي. هو كان اوسوريوم اعلن كذا مره ان صبحي هو الحارس الاساسي، فده ربما قتل الدوافع عند صبحي انه عايز يثبت نفسه ان في منافسه كلام من ده. لا بالعكس، انت لازم تستغل المنافسه القويه في ظل تواجد عواد مع حارس زي صبحي الاحسن يلعب. فعواد بيطالب اوسوريو بان يكون ليه فرصه خلال الفتره اللي جايه بعد عودته من الإصابة، أعتقد دي حاجة وارد جدا حدوثها لو استمر محمد صبحي بهذا المستوى الغير موفق.